قعدتنا دايما في صباح الخير يا مصر، دايما بنفكر حضراتكم في اولى فقراتنا باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها القوات المسلحه هنأت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه حلول العام الميلادي الجديد 2024. كمان مركز الاصلاح والتاهيل بالعاشر استقبل وفد من الاعلاميين والمنظمات الحقوقيه. اخبار تانيه كتير حصلت امبارح هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024. وذكر وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة بيهنئوا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، وبيؤكدوا وفائهم لمسؤوليتهم ومهمهم المقدسة اللي بيحملوا أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية وحماية منجزاتها ومقدراتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادتكم الصادقة الحكيمة. أيضاً بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. امبارح استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان وفد من الإعلاميين والمنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية للاطلاع على منظومة السياسة العقابية المطبقة داخله، والتي تتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. امبارح حدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023-2024. بحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي، تنتهي امتحانات منتصف الفصل الدراسي يوم الخميس 25 يناير 2024، وتستمر أجازة منتصف العام الجامعي لمدة أسبوعين. وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي سواء للجامعات أو المعاهد، فإن السبت 27 يناير هو موعد أجازة منتصف العام، على أن تنتهي يوم الخميس 8 فبراير. ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوع تنتهي الخميس 30 مايو 2024. وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024 وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي مجموعة كبيرة من الأحداث حصلت في محافظات مصر امبارح، أبرزها أنه أكثر من 26 ألف مشروع في بني سويف استفادوا من مشروعك، وكمان تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك ب 54 شارع وحارة في مدينة القصية في أسيوط. أخبار تانية من محافظات مختلفة هتكون معنا في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها أن محافظة بني سويف هتنفذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك، وصلت قيمة التمويل 2,395,438,000 جنيه. استفاد منها 26,332 مشروع صغير، وتم توفير آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. محافظة أسيوط أعلنت أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بعدد 54 شارع وحارة من الشوارع الضيقة بمدينة القصية اللي بيصعب رصفها ودخول معدات الرصف ليها ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 للتطوير والرصف وتركيب بلاط الانترلوك. مديرية الصحة بمحافظة دمياط أعلنت عن انتهاء خطة القوافل الطبية 2023 من قرية الإبراهيمية البحرية بمركز كفر سعد، واللي شهدت إطلاق قافلة طبية متكاملة استمرت يومين تردد عليها 1533 مواطن. خلال القافلة تم تحويل 7 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة، بالإضافة لإجراء 515 تحليل معملي. محافظة المنوفية أعلنت عن تحصين 362,612 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلعية ومرض الوادي المتصدع من 19 نوفمبر بنسبة تنفيذ تقارب 97% من الأعداد المستهدفة بالحملة ضمن أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلعية ومرض الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.
مطار مرسى علم الدولي استقبل على مدار ساعات أمس الجمعة ما يقرب من 4000 سائح يصلوا على متن 29 رحلة طيران، وضمن 121 رحلة طيران دولية هيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى الجمعة. وطبقت السلطات المختصة بمطار مرسى علم الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين. مديرية التربية والتعليم بقنا أعلنت استلام المديرية 15652 جهاز تابلت من مخازن الوزارة مع بدء إجراءات تسليمها للإدارات التعليمية والمدارس ليتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام الحكومي والرسمي لغات بعد اتخاذ الإجراءات وسداد الرسوم المقررة قانوناً. مديرية أوقاف شمال سيناء عقدت 27 جلسة تلاوة بالمساجد الكبرى بمدن شمال سيناء على مستوى إدارات الأوقاف الفرعية ضمن برنامج ختم القرآن الكريم صحح قراءتك، واللي أطلقته وزارة الأوقاف على مستوى جميع المديريات الإقليمية خدمة للقرآن الكريم وحرصاً على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة.